800 راحت. كم باقي؟ 600 700 باقي. طيب خلينا نجي على تطوير المهاره. خلاص احنا عرفنا الحين وش التعليق الصوتي على سبيل المثال او كيف نموذج أطورها. كيف نطورها؟ يا سلام جميل. طبعا هذه المهاره بعدها برجع للشيخ ثم برجع لك. يا سلام يا سلام. هذه المهاره مهاره التعليق الصوتي الكلام فيها كثير، ولكن خليني اعطيكم المختصر. اساتذه المجال في هذا التخصص يقولون ان الصوت الرخيم الرخيم اللي هو الصوت الفخم، الصوت هذا يشكل 30% فقط من الموهبه ككل. بس 30%. هذا ايش يعني؟ يعني ان الصوت ترى لوحده ما يكفي، لازم تعتمد على اشياء اخرى من اجل ان تصل الى المستوى المطلوب. ايش الاشياء معلش؟ اي نعم، الاشياء الاخرى تندرج يعني او تتمثل في اللغه العربيه. يعني دائما كانوا يقولون اذا اردت ان تعرف المعلق الصوتي الناجح فهو اللي مستحيل تقول هذا من المنطقه الفلانيه او هذا من المنطقه الفلانيه، من قوه الفصحى. من قوه الفصحى، يا سلام. لان ما شاء الله بعض الناس اذا تكلم من بلهجه او بالفصحى يمديك تعرف هذا الشخص من اي منطقه بناء على كلامه اللي هو يتكلم، حتى لو بالفصحى. ان تصل للاحتراف هو ان اذا تكلمت ما حد يعرف انت من فين. جميل، فصحى. فهذه نقطه، اللغه العربيه. الشيء الاخر التلوين الصوتي، واللي أقصد التلوين الصوتي نعم هي الصعود والارتقاء والنزول بالصوت. يعني بعطيكم مثال، انا لما اتكلم بنبره واحده فهذا ما يعتبر تلوين صوتي لانه انا ماشي في بريتم واحد، ولكن لما ارفع الصوت وانزل الصوت هذا يسمى تلوين صوتي. هذه نقطه ثالثه. النقطه الرابعه الوقف والابتداء، متى توقف متى تبدا عشان يكتمل المعنى. النقطه الخامسه اللي هي مخارج الحروف، يجب ان تكون مخارج الحروف واضحه لكي يفهم ما تقول، وهذه لها تمرينات كثير او تمارين عفوا كثير من اجل تطوير مخارج الحروف. ممتاز. طيب انا ودي بس اخذ نموذج. اهلا وسهلا. نموذج واحد هذا مثال لمخارج حروف الغير واضحه. انا اقول عدوك هذا يسلم علي وانا اتكلم. نموذج ايش عيد؟ طيب نبي ناخذ نموذج او نموذجين بيشغلني ذا بالعربيه ابن حلال. نبي واحد الاثنين يا اخي مثالين يتكلمون. ايوه مثالين نشوف من اللي ممكن ان يتكلم بتعليق صوتي جميل، حتى لو نعطي كتاب الشيخ يقرا منه مثلا، او اذا كان نص في باله. ممتاز. اللي وده يرفع ايده لا حد يقول فلان، حتى لو ابيات شعريه يعني. لا ترشح مين باراهي. خلاص اي طيب. طيب هنا واضح انه ما في احد مره. وشارك مره ثانيه. لا ابي اسمع صوت تعليق صوتي. اي عادي هو بعدين بيعطيكم ملاحظات. هنا ما شاء الله كلكم معلقين. اختار واحد انت شيخ. انا والله ودي الشيخ عشان جات مناحي. يلا يا مناحي طول عمركم. بس انا رفعت يدي لكن بترحب فينا. حياك الله. اللي بعدها. لا ارحب فيك وضيوفك الكرام. الله يحييك. لكن المطلوب عشان اني اكون اشارك، انا جاي متحمس يعني من كثر ما انا متحمس. انا رفعت يدي وانا ما عارف يا حبيبي. انت تبغون انا تكلمت الجزئيه الاخيره اللي تكلم عنها الشيخ. تبغون الواحد مثلا يسلسل قصه او يقول شيء مو يعطيني اي نص لكن بتعليق صوتي بطريقه الاداء الصوتي. طيب انا بذكر لك قصه قلتها في البدايات بالفصحى، هذا شرطنا. كل من بلاش كل او من الكتاب. تبي الكتاب؟ ما عندي مشكله. انا بعد الكتاب عطهم كذا نص تختار. ابجيك منجيك اصبر وابشر يا الربع. دللوا انفسكم ولا تنتظروا هذا من احد، اصنع السعاده بنفسك ولا تنتظر ان ياتي احد ليصنعها لك. عش يومك، استمتع بهذه اللحظه التي بها انت الان. اذا نجحت في مادة صعبة فصافح نفسك وقل كم أنا عظيم، كم أنا أستطيع. إذا أنجزت شيئا فكافئ نفسك. الشخص الذي لا يقدر. أنت بتقرأ كتاب كامل؟ أسمع أنا بديت من النص ما بقى لي واجد. يا حبيبي يا حبيبي لك الناحي. طيب لا جميل والله. لا لا تقول والله. طيب لا طيب لا لا أسمع من ناحية وش بيقول لك. أنا والله ما أعرف، مو بتخصصي. أسلم. طيب انا بسال الشباب، احنا كنا نتكلم المعلق الصوتي الناجح هو اللي اذا تكلم ما عرفت من وين مكانه او من وين ديرته مثلا. الشباب، ما بسال الشباب ما له دخل عاد، هل كان فصيح 100% او ميزته الديره؟ لا حفراوي. طيب الشيخ بندر. طيب انت ما تعرف الشباب، هل هو اتقن العربيه الفصحى او انك تعرف انه من ديره معينه او انه حول الديره ذي؟ والله نقول ما شاء الله تبارك الله. وبما أنك قرأت كتابي تسليك ما نبي.
لابد ان نعطيه شوي. هو يمدح الحين عشان كتاب احسبه عشان لابد طال عمرك يعني في ممكن نسبه 95% اتقن 95%. لا تزكيه هذه سهل تحيه والله. طب عطنا الحين شوف يا اخواني لا حد يزعل احنا ما جينا نجامل بعض. طيب انا بقول بنستفيد من احنا بالمناسبه طب خلي خلص اذا تسمح له يعني يفشل مين براي انتم جايين والله استاذن قبل اسمع كلام الشيخ سم. انا اذا تبغوني اعيد صفحه كامله بحيث انه تعطي فرصه انا ما عندي مشكله. طب تسمع اول شيء عشان لو عدت تكون ممتاز براحتك يلا. والله انا يعني الشيخ بس انا والله لست في محل تقييم للامانه ولكن انا دائما اعرف صعوبه انك اذا قريت النص من اول مره ولا انت متعود عليه ترى انا حاس بالصعوبه هذه ولكن الشيخ من اول مره قرا بهذا الاسترسال وبهذا ما شاء الله بشكل يعني جيد ممتاز خلاص استاذ انا والله في المجال يا شيخ جيت سلك لي من اليوم بالحال عطنا الزين التقييم انا شو الكلام اللي يا اخي انا قاعد اقول حط الضمه فتحه والله لا تزعل مني احبك عبد العزيز بعدين شفنا اليوم عبد العزيز شكله يبيني اقول اداء سيء عشان هو يرضى لا 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 ابو غلا معلش عندي دخل ابو حبيبي عندي دخل انا عندي جزئيه بسيطه انت يا ابو غلا انت وجهت له الكلام تبي يقول رايه ولا تبي يقول الكلام اللي يناسبه هذا هو هذا اللي جارك هاي ابو غلا لحظه هنا في مشاكل فارس وش في بعد يعني انس مسبب زحمه نطلع برا انس تعال عند مناحي هنا يا اخوي الوزن ثقيل كلها جتني عند الكاميرات تعالوا هنا من لوكيشن الدائره انا عارف لا انت لان اخر واحد فارس طيب شباب اذا انت قيم 95% 100% يا شيخ يستاهل والله يستاهل اسمح لي بس عشان الكسره ذي لعيونك لانك انت يعني رفعت مجرورا وهذه ترى يعني ملاحظة ف 99.99% ممتاز هذه فرصة ملاحظة طيب بيض الله وجهك مناحي وجهك ابيض ما نشوف هو ما قال شيء فلا تثير النقاط ما قال خذ اعطوه نقاط اوكي حلو اقتنع انه ما يعطي نقاط واضح خلاص طيب نقاط بناخذ نموذج ثاني والله يا اخي انا على نياتي ترى نموذج ثاني واضح معي لا والله ما جاوز الشيخ لما ياخذ 200 نقطة يستاهل يستاهل ترى انا بشوف انه هاي قيمك صدق ولا لا شوف حتى النقاط تستاهل ترى باقي 500 الحين نبي نقتصد شوي شباب يلا بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحدثكم اليوم موضوع ما السلام الداخلي هو أن تكون راضياً عن نفسك متصالحاً مع ذاتك ومتباعداً عن جلد الذات وتأنيب الضمير وأن ترى مجريات كل من على الكرة الأرضية مختلفة وأن تكف عن الصراعات الداخلية مع نفسك يا سلام والله ممتاز بس لحظة جلد الذات ولا جلد الذات؟ والله ما أدري أنا سمعت جلد جلد الذات جلد أنا أحيي فيك الثقة 100% أحيي فيه ثقة بالنفس تشفع لي يا شيخ جرب وصلت الرسالة؟ وصلت أحيي فيك الثقة ركز وصلت ممتاز لفة المدخل ترى ما هو يعني ما هو جلد للذات أنا ما قاعد أجلدك ترى كم نقاط طول العمر كم؟ 500 ما قال نقاط يا مسلم وما حاجلدك بالنقاط بعد طيب والسلام هو يحيي الثقة يكفيك هذه أنا أحييك والله عليها صراحة أنا أسلم عليكم أحدثك الموضوع اليوم طيب أنا ودي والله باقي 500 وش مشورتك يا شيخ؟ لا مو بكلها ترى باقي قدامنا وقت يعني خلها شوي مستعجل أنت بخلي الشيخ يعطيك طيب بناخذ آخر واحد اختار واحد بناخذ آخر واحد أي آخر واحد ثم بعدين برجع للسؤال طيب اختار واحد عندي من راسي والله يا اخي يقول ترى من راسه مو من كتاب انا بعطي من راسي انا ترى انا ما شاركنا شوف عندك مهذل وبندر ما لي بندر ومحمد كيف اختر اللي طيب يلا بسم الله يا شيخ من بالمناسبه الكل ان شاء الله حيشارك اي يعني ترى تونا في البدايه الربع بس الشيخ حمسني قال ما يبي نقاط من هو وهذا بيوفر علي تفضل يا شيخ مهذل يلا سامي مهذل اسامه بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين والمشاهدات نرى مباراة نقدية بين المقدم أبو غلاء وضيفها أسامة الراحل باصات متداولة كلمات متخالفة لا نعرف من سيفوز في هذه المباراة النقدية لكي ترون النتيجة لابد أن تنتظروا معنا حتى نهاية الحلقة الله 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 يرضى حبها بينكم شوف انا بمدحك هي في ثقه ما تبي نقاط فبمدحك حلو بس احيي فيك الثقه اللي يا اخواني اذا حييتكم الثقه وايضا الارتجال
بس في ملاحظة، ترى هذا تعليق رياضي ما هو بتعليق صوتي. أول ما قال مباراة قلتي أول أصلا خلاها مباراة نقدية. التعليق هنا لازم أنت بس ما شاء الله ممتاز. أنت لازم تأخذ اللي تبدأ فيه وتحط. أحسن 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 ممتاز. سم تعليق رياضي إيش بقى تعليق الصوت؟ تسمع شيء منك وهذا تشوف. هو هذا أسلوب وهذا أسلوب مختلف. أي بس تعليق رياضي كلها تعليق. تعليق شيء على قدامك تعلق عليه وذاك. نعم لكن التعليق الصوتي هو اسم شامل. تعليق الرياضي اسم خاص خلاص هذا هذا نعم جزء جزء يتميز او لا يتجزا من انواع التعليق الصوتي. ممتاز سم. ابرجع لاستاذنا الكاتب بندر. اليوم كل واحد من الشباب ممكن انه وده يقرا كتاب لكن مو بعارف شلون يختار الكتاب اللي يناسب شخصيته او شلون ايش الطريق اللي انا امشي عليها حتى اختار الكتاب اللي يحفزني على القراءه بشكل مستمر والشيء اللي يناسب شخصيتي. جميل جميل. ممكن يعني تذهب المكتبات مثلا شوف ايش ميولك ايش رغباتك ايش الشيء اللي ودك تقرا فيه اي مجال تاريخ الادب الروايات الايجابيه اي كان مجال من خلال ذهابك المكتبه او معارض الكتب هنا انت تكتشف ايش الشيء اللي يعجبك الشيء اللي راح ينال على استحسانك وعلى ميولك واللي ينفعك راح تجد الكتاب اللي ينفعك في النهايه. وأنا دائما أنصح بالكتب الخفيفة البسيطة للقارئ المبتدئ. أنت قارئ مبتدئ خليك بالكتب البسيطة الخفيفة واللي أيضا تناسبك. شوف الكتاب هذا مناسب لك أسلوبه مناسب أبدأ فيه. وش رأيك في اللي ينصحون بقراءة الروايات عشان تكون محفزك للقراءة للي يقصد مو بحاب القراءة أصلا فيبدأ بما أنها قصص خيالية في الغالب الروايات؟ ما في مشكلة مجال الكتابة ومجال القراءة متنوع روايات وروايات مختلفة خيالية بوليسية أيا كان. بالعكس هذه الخيالات يعني أو الروايات توسع مداركك تعرفك على ثقافات وتجارب جديدة تستفيد أكثر. ممتاز. جاني فتور في القراءة كيف أعالج هذا الفتور؟ وتوقع هذا يجي كثير من الشباب اللي يقرؤون طبعا. ليش تهز راسك ما تقرأ؟ أنا كنت اللي تكتب أصلاً. لا عنده أنت كتاب لأنك الله دائما قراءة. الله العلي الفيفي يا سلام. عطنا شيء حفظته من لأنك أنا أقرأ ما أحفظ. تقرأ عشان إيش؟ مو عشان تنقل وتفيد الناس؟ أنا مع أستاذ بندر. وشلون عالج الفتور يا شيخ؟ عالج الفتور سلمك الله. أول نقطة الاستمرارية. هذه الاستمرارية مهمة جدا حتى لو قلت المدة اللي كنت حتى لو قلت المدة لابد تكون هناك استمرارية. دائما يقول لك قليل دائم خير من كثير منقطع. فلما تكون أنت قارئ وعندك جدول معين وزمن معين يعني 20 دقيقة يوميا في فترة الصباح أقرأ هذا الكتاب خلاص. الصباح الصباح المساء اللي لا أفضل فترة ترى أنها مناسبة للقراءة. أنا أشوف الصباح الصباح الباكر وبركة في أمتي في بكورها والذهن صافي باقي ودبك صاحي من النوم صحصح ومفطر كويس بلا شك كويس تمسك كتاب وتقرا تبدا يومك بشكل جميل ايضا. جميل جميل. غير المشكله الفتور غير الاستمراريه مثلا سلمك الله مشاركه الناس مثلا مشاركتهم اقتباسات تحدي قراءه في تحدي قراءه في تويتر سنويا يعني. أحسنت. يعني شخص ما قرأ كتاب 30 في السنة 2023 قرأ 30 كتاب الله. يصور هذه الكتب العناوين كلها وفي بوست واحد ثم يغرد بها يشارك بها الجميع تكون محفزة للغير. إيه محفزة للناس وللجميع أيضا. وش رأيك في اللي يقول إذا قرأت معلومة حاول تنقلها للناس اللي حولك عشان تثبتها بذهنك؟ بالعكس أنت لما تكرر معلومة وعندك معلومة بتحفظها فلا بد أنك تشاركها الآخرين عشان ترسخ بذهن. وصلت الرسالة يا أنس؟ ممتاز حبيبي. سامي بندر الله يبارك طال عمرك. الكتب مثل ما ذكرت مثلا هي يعني عندي مثلا انا تخصص مثلا تسويق اركز على الكتب حقت التسويق يعني انا احب اقرا مثلا في المجال اللي انا فيه في المجال اللي يروق لك اي مجال اللي نال على رضاك انت تنصح بالتخصص القصص والروايات هذه مثلا ما اذا انت عندك مجال معين وحاب ركز على قراءة التسويق وتزيد مهاراتك وامكانياتك في هذا المجال ركز مجال واحد التسويق العلاقات العامه ايا كان هذا المجال. حلو. طب السؤال هل الافضل يركز على هذا التخصص او انه يكون مثلا 70% 80% و 20% تنوع؟ والله هو في العصر الحديث والتقنية الحديثة حلو أنك تتنوع
يعني الافضل التنوع مع التركيز بنسبه معينه على التخصص في اي مجال يعني. جميل. هاي يا فارس. عندي مشاركه بتجربتي بالفتور. يا سلام ما شاء الله. نبي مثال المشاركات الربع تكفى. ايه. اللي عنده تجربه مع الفتور او قراءه كتاب تستاهل النقاط اذا شارك في الفتور. يا سلام. عندك بيدك الرجل. اول كنت اقرا او اقرا لصفحه صفحتين واحذف الكتاب في السيره ولا غيره. منوع تاريخ. جميل. كتاب باب البداية والنهاية. جميل. كتب واجد روايات فكنت أقرأ وأمل منه فصرت أقرأ 3 دقائق بحيث أوقف عند قصة فيها تشويق لدرجة ويش أشتاق خلاص أبي أقرأها. يا سلام. فكل يوم أزود دقيقة لين صرت الحمد لله 15 دقيقة باليوم ما شاء الله. إيه. جميل. فعد دخلت جميل هنا. جميل والله. انقطعت هذه العادة مواصل السير. إيه الحمد لله استذكرها. معلش فارس انت قلت دخلت هنا انقطعت. ما تلاحظ ان هنا من افضل الاوقات انك ممكن تقرأ بما انه في اصلا تقريبا 21 ساعة بث او اقل او اكثر. صحيح انا والله نسيت لكن عندي كتابين داخل شعراء قتلهم شعرهم. يعني مستمر القراءة. إيه اقرأ كتب ثانية يعني. إيه؟ ممتاز بس انه اكيد الوقت يكون اقل. صح. جميل جميل. وكذلك الجوال الان تقدر تحمل كتب فيه يعني مالك عذر. جميل فعلا. ممتاز ممتاز. في كتب مجانيه وفي كتب تقدر تشتريها. صحيح. جميل. طيب اسامه استاهل والله استاهل النقاط. كم تعطيه؟ والله استاهل بمشاركته الجره والمحتوى اللي قدمه والمشاركه 400. العب على الثقيل. بعض الناس على 100 100. خله يا اخوي يبغى كله تصحيح. طيب 200. اسف صح 200. طيب اسامه ودي كذا واحد من الشباب اللي عنده مثلا متجر معين من اللي عندنا اسامه بيعطينا تعليق صوتي دعائي. ما ادري المسمى عندك. جميل. بس عني في دعايه. حلو. زكي السالم. زكي السالم جار حلو. بس ما راح تاخذ نقاط ترى. ما راح تاخذ نقاط. اصبر اصبر يا ربع. لا نقلب حراج خلوه يختار هو. تبي عطور تبي منتجات ترطيب تبي لا خلاص انا الشيخ ايش اخترت انا ترى من الناس اللي تحب العطور بالمناسبه. يا سلام. وما هو بعشان الشيخ يعني انا بس عطور. لا عطور هي خلاص راحت عليك. بس بقول تسمح لي اقول 2. اي تم بالعكس. وش مزك السالم ذا ونفس النموذج الرابعة الحين اسامه بيقول تعليق صوتي دعائي صح التعبير كذا اسمه دعائي. نعم. جميل. إعلاني دعائي. إعلاني أو دعائي. بعدها نبي ناخذ محمد الملحم يقول تعليق صوتي للمتجر اللي هو ماسكه. يا سلام. ممتاز. ممتاز. واضح إني ورطتك صح. ما بخلع. طيب خلاص خليك. مو بالحين مو بالحين أصبر أول أسمع. يلا يا أسامة. بس هذه سلمك الله يبي لها تحضير يبي لها نص. أو النصوص اللي جاهز اللي ذاك اليوم أنت تقرأ اللي أرسلنا لك ذاك اليوم. إيه مذيع محترف ما شاء الله طلع نفسه على طول. طيب. زك السالم تقول ها رز وبهارات رز حساوي. رز حساوي صدق. يلا زك السالم لأجود أنواع الرز الحساوي جودة فاخرة وطعم لا يقاوم. اطلب الحين وارفع الشاشة. الله أكبر. هذا الخصم هي 20. الله الله. طيب الثاني. الثاني عند الشيخ هو قال لا لا أنت قلت بتقول 2 ما نسيت ترى. حلو. لا انا الشيخ عشان ما اخذ النقاط والله ودي بالشيخ. بناخذ بناخذ بس نبي نسمع شيء ثاني عشان توضح. طيب وش متجره؟ طيب الشيخ وش متجره عندك؟ سيليا. ها سيليا. سيليا وش سيليا؟ حق عطور صح. كريمات مرطبه. كريم. يلا بلش ادوات تجميل. اسمع ايش رايك تاخذ النقاط؟ بنعومة فائقة. لا هذه طيب. طيب. هذه مرئي بس مو من اللي عنده عطور يا شباب اللي عنده عطور. لا لا والله ما رد الشيخ والله اعطيتك المرة. يلا بسم الله. ايش دعوه ما اعطيه نقاط ما سجلت بعد ايش. يلا هات. وش اسمها سيليا؟ بنجيها بنجي من الربع اصبروا والله. ترى كلها بالاذرع. انا ترى اجيب حبه اقول لا هذا عندك عاد خصم انت تقوله. ابشر بس سعد. ما عندنا نقاط ونستانس معاه. ابشر. لا تعطي نقاط ما يبي. طيب سيليا علامة فارقة في المرطبات والتجميل للطلب ارفع الشاشة. يا سلام. يا سلام. طيب يلا محمد الملحم
لا ايش دعوة انا ثلاثة هو من اليوم هو يسالف واضح مو مركز عطنا اعلانك بنفس طريقة الأداء أزهار الطيب براند لحظة شاف شاف هدو ارفع صوتك أزهار الطيب براند سعودي يقدم خصم 30% ارفع الشاشة فوق جميل والله جميل ممتاز اي والله لو انا عميل كم تعطيه ما تشتري نعم لا 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 رهيب ما شاء الله عليك كم تعطيه لا لا رهيب كم باقي لنا 500 عندك 500 فهمت تفوز على 50 انا والله ودي تعذروني خليك اكرم من قصدي انا والله ودي سم انا والله ودي باقي 500 ودي والله الشباب كلهم ياخذون النقاط فاشوف والله ودي اني اعطيك 300 مليون ما هي لكن عشان والله الشباب كلهم تستاهل 100 تستاهل طيب ايوه باقي تحاول توزع على شيء مين باقي 1000 عند الشيخ عند الشيخ بيض الله وجهك طيب بناخذ واحد ثاني لا لا خلاص راحت 100 وضبطك وضبطك الشيخ بيعوضك ان شاء الله اذا جاوبت معه من اللي بيعلن يا شباب انا عندي بنفس الطريقه يلا يا ابو العز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دخل محاضره الحبيب مقدمه اصبر الاعلام مقدمه هذا ما حد يشوفه سكيب اي والله سكيب لا ادخل على طول في الاعلان هز رافع عطر 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 برسيم لا تزعجل ابو هز رافع عطر جميل يصلح للزواجات والحفلات اللغه العربيه والله تصيح للزاويه يا حبيبي طيب هذا سالب كم 200 واحد عشان سلطان بيقفل ملفاتكم طيب سلطان اسمع عسل نحلة نحلة العسل يبي يعلم مو عارف الاسم نحلة للعسل ايوه بالغمزه ليش وضعها يلا عطنا عدها يلا شا خليه يركز يلا جمع الكلام في ذهنك نحلة للعسل اطلبها يا عسل كذا ارفع الشاشة فوق جميل والله مي جميلة جميلة سلكت لك واجد والله ممتاز طيب كلامك اللي ما شاركه وش رايك؟ لا انا ما بنقاط بس ودي كذا اشارك بس برضو حتى اللي في ناس بيشاركوا بدون نقاط تفضل طيب اسم يا علي طبعا اساس العود عاد انت سفيد يا ويلك الله يطول عمرك متجر ساس العود الكل متجر ساس العود الكل طيب موجود لحظه اصبر 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 جمع الكلام جمع الكلام تخرج خليني اذكر الله اذكر الله اذكر الله يا رب اذكر الله هو واضح من حشر من ذي قال اذكر الله ركز متجر ساس العود الكل طيب موجود للطلب رفع الشاشه الله الله لا جهز نص وحركات جميل والله هو هذا شعاره مصر هو نقل لا سفير اللي جاهز الكلام صادق الرجل عجبك طيب رهيب رهيب ما شاء الله عليك انا ما كنت ادري ايش اللي صار لكن بنعلن الاعلان هو صح وش ما كنت تدري فيه صوت يعني معين اخترته صوت اعلاني او دعائي معنا بربطي صوت كنت موجود ومسافر رحت انا ورجعت طب بالله عطى واحد نموذج اشوف يعني هو اعلان لاحد البراندات صوت الموجوده معين يعني اي بصوت انا ما ودي احرق عليه فاعطني طيب عشان يفهم الصيغه بس او الطريقه كذا 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 للطلب ارفع الشاشه يلا نموذج قال نموذج يلا روح روح ما عليك ما عليك تساهم تساهم معك حبيبي والله هاي بندر متجر سفار لطوال الاعمار للشيء الموجود احصلوا عليه قبل المفقود هذه جمله تحتاج لها تركيب لانها بينفق يعني ما تقاطع حصل على الموجود قبل الجمله غير مفيده يا بندر لا عشان كذا ما راح انت بنفسك اللي سجلت ما راح تشتري انت بنفسك ما راح تشتري لا بتكلم صراحه عن متجر سفار طبعا متجر لا 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 لحظه وين رايحين اصبر 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 استغلال انا ودي انه يعطينا عنها اجراف نموذج عشان يفهمها بندر حلوه حركه جميله حلوه حلوه عطنا شيء عن التمر تكفى نعم هالهزراف هذا التمر لا لا عطنا شو اسمه هزراف 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 عطور 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 اسمعوا يا شباب عطر سواج المتجر هزراف العطر سواج طيب طيب بمناسبة انتهاء السنة خصم 50% على عطر أزراف أزراف للطلب ارفع الشاشة يلا أزراف أزراف هو شيء بخلاء عزرائيل ما عاد فيها بالذكاء الاصطناعي بيعدلونه الجمهور
طيب بيض الله وجهكم. ما اعطيتني من البدايه كذا بعرف امشي على اللي يلا ممتاز تفضل اخرج. طيب لا نعطيك فرصه عادي والله. اداء مفقود. اداء مفقود. اخر واحد مناحي لا موجود بدون نقاط طبعا. متجر لهب فيه العجائب والعجب وكانه مستخلص من ذهب. الشاشه فوق ارفع يدي عليك. هذا يهدد يعني خذ القوه اشته. والله ابشر خلاص ابشر. هو قال لك ابشر يعني. طيب جميل. نبي نرجع. بسم الله كيف التلوين. اوه هو قال لك خلاص ابشر. هذا انا ما طقيت الطوق. كفو والله ناحي. طيب ابي ارجع لضيفنا الكاتب واخواني. شوفوا نفس اللي ذكره فارس. في احد فيكم جاء كذا قصه مع الفتور في القراءه؟ وش يعني الفتور؟ ايوه الحمد لله الحمد لله قالها مداي في حقولها. يعني جاك تكاسل عن القراءه؟ انا الفتور ما اعرف. طيب شلون عالجت هذا الفتور؟ انا تبي لك علاج كلك الله يحفظك. هو كله فتور. أيه. طيب فارس الحربي كان له تجربة مع القراءة. أيوة. ثم جت فترة فتور يعني تكاسل عن القراءة. جميل. خمول تعب. أيه. طيب. تكاسل. هو شلون عالجها؟ يوقف في القراءة عند قصة مشوقة عشان يضطر أنه بعدين يقرأ يرغب نفسه. أنت تقرأ أول شيء؟ أنا قد قريت في كتاب. أيه. عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. اللهم صل وسلم. الحق المبين في الرحيق المختوم قصدك؟ لا حق المبين في سيرة سيد المرسلين. سيد جميل المرسلين. قرأت فيه فترة بسيطة. غلط؟ أقول قرأت فيه. قرأت أيوة. قرأت فيه فترة بسيطة يعني مقدم الكتاب مع كم صفحة. جميل. أقول سبحان الله ما عاد قرأت الكتاب. ويوم جلست طولت منه سبحان الله زي ما تقول ما عاد قرأت فيه خير شر. طيب. ورجعت اقرا فيه من جديد وسبحان الله ما رجعني اقرا الا بعد ما جيتها وقت فاضي من اول سبحان الله الشغل عنه كذا ما رجعني فيه الا الوقت احيانا يعني وقت فاضي اقرا فيه. طيب الان القصه المستفاده وين في الموضوع؟ ها؟ تقول قد قريت؟ لا لا سؤال سلطان انت الان تركت القراءه. تقول قريت تركت ها؟ جميل انت تركت القراءه. نعم. جميل. ايش الدافع اللي رجعك؟ انت قلت انك فاضي وقرات. يعني مو في شيء دافع معين خلاك تقرا الله يبيض وجهك. ما في دافع صح ولا لا؟ يعني وش الشيء انت قلت اذا فضيت وش الشيء اللي يجيبك تقرا ثاني مره بعد الانقطاع؟ اي يعني ايش اللي يدفعك انك تقرا تواصل القراءه؟ لا والله يعني ما حصل لي شيء شدني عشان ارجع مره. هل سلطان بطبعه يقرا يعني يحب القراءه؟ مو كثير. بس انا احب القراءه لكني ما اقرا دايم. احب القراءه بس اني ما اقرا دايم. على اوقات فراغك اي خطوه مره عند الوقت فاضي. جميل. طيب شباب اللي يقرا اللي يحب يقرا من يرفع يده. انا جايب كتب واجد بندر فارس محمد الملحم محمد المسردي عبد العزيز ابجيكم ابجيكم حبه حبه محمد البندر. طيب انت تقول ما تحب تقرا؟ اقول احب اقرا اقول احب اقرا بس قراءتي قليله انا احب اقرا يعني. طيب ابعيد السؤال اللي يقرا يعني بشكل مستمر ما ينقطع؟ لا مش ايوه حبه حبه انا عندي هدف من السؤال. يا الله نقرا اخبار بندر وفارس. انا قراءه وبودكاست استماع بس. البودكاست بنجيب بعد شوي مع كاتبنا لكن الان اللي يقرا باستمرار عبد العزيز وبندر ومحمد المصري وفارس فقط صح؟ وش هذا؟ طيب ابو العز انت تحب تقرا غالبا في ايش؟ وش المجال اللي تحب تقرا فيه؟ القراءة. ممتاز جميل. وقراءة ثقافة عامة وغيرها وش في تخصص معين؟ لا القرآن لا ما اقرا الا القرآن. طيب حاجة. القرآن من الاشياء اللي يجينا فيها فتور. طيب قد جاك هالفتور؟ تكاسلت؟ تكاسل لكن انا وش اللي يخليك ترجع له؟ وش يرغبك؟ اللي هو رقم الصفحة لازم اتجاوز كل يوم يعني 10 صفحات يوميا. نعم والله ما شاء الله عليك الله يبارك. عدد الصفحات استاهل تحية والله. ممتاز ممتاز والله. هذا من النوع اللي يقرا ما هو اخبار او شو يكتب ما يكتب. هذا ايش؟ من النوع اللي دائما يقول ما في اخبار وانا ما اشوفه يكتب. من هو؟ عبد العزيز. خلاص يحفظ هنا الله يبارك. جينا في المسجد عرفت ايش كان عشان يكتب الصفحه اللي يوقف فيها يكتب فيه ده. ما شاء الله. تعرف صلاه المغرب والعشاء قريهم بعض. جميل. انا انشل الصفحه بالمرات تسوي. والله يبيض الله وجهك يعني كونك تقرا يوميا 10 صفحات ولا 10 وجه؟ 10 صفحات. يعني الصفحات معنا 20 وجه. اي لا 20 وجه لا 10 وجه. 10 وجه. نص جزء. ممتاز. طيب اللي يقرا بشكل مستمر محمد؟ انا قرأت طال عمرك في مدخل الاعلام ومدخل العلاقات العامه
تخصص صح؟ نعم، ومدخل لتاريخ المملكة العربية السعودية مداخل واجد. ما شاء الله. السؤال، قد جاك فتور؟ نعم جاني فتور. بالله الربع بعد وذا والله صدري مرك ها؟ جاني فتور قوي. المايك ميوت معليش. السلام ورحمة الله يا مرحبا. شغال شغال المايك ميوت موضوع شغال. اسأل. كنت مدخل العلم التاريخ ومدخل الإعلام الإعلام ومدخل شو اسمه العلاقات العامة أكثر من مدخل. كنت أنا متكاسل أقرأ أول على كتاب أقرأ يمكن 4 صفحات 5 صفحات قويت المجال اللي أنا فيه تبع الإعلام، فقمت أقرأ توسع يعني في التفكير أدخل العلاقات العامة معايير العلاقات وسع المدارك نعم معايير الإعلام الإعلام وش يبي معايير التقديم التقديم وش يبي وش اللي ما يبي والمقدمة وش اللي تصلح اللي ما تصلح يعني توسعت الفكر. السؤال يوم جاك فتور شلون عالجته؟ فتور بس بقراية القرآن سورة البقرة. وكان علاج؟ نعم كان علاج قوي. كنت أنا وسلطان دويحس كنت أول أقرب بالله 5 صفحات 6 صفحات جلست أنا أقرأ 15-20 صفحة ما شاء الله في اليوم في حتى إني في صلاة واحدة حتى في صلاة واحدة سورة البقرة يمكن أختمها أنا ويا سلطان المري. جميل ما شاء الله. طيب فارس قال قصته محمد المسردي وبجيك بعده على طول. أنا أقرأ القصص الصغيرة يا أبو غالي ثريدات بشكل مستمر ما كتب ما أقرأ أقرأ عن طريق الجوال في برنامجك في تويتر ترى لا كتب كثير إلكترونية الربع ولا جميل وأحيانا أطول لكني لكن ما تقرأ كتب يعني لا كتب ما أقرأ. فقط القصص إيه بس القصص الصغيرة أقرأ. كتب القصص ما تستهويك ما تقرأ إلا تستهوي بعد عن أفضل الجوال أكثر. جميل. في كتب أقرأها متنوعة يعني بعيد عن تخصصي بعيد عن التسويق وما التسويق فجاء فترة يعني كنت أقرأ مثلا بعض الأحيان نص ساعة ساعين يجيني النوم يعني أنا مباقي يعني معدل قراءتك يوميا نص ساعة ساعة تقريبا تقريبا. جميل. كنت تكون جاء بعدها فترة جاني خمول وبالفعل نصحني واحد قال حاول تقرأ القرآن يعني تبدأ من الحمد لله رب العالمين وسورة البقرة وتنشطت عندي ممتاز. تعليقك على اللي سمعته؟ أنا بعلق على الأخ تعليق اللي قبل شوي تعليق بندر. جميل لأنه الشيء اللي قبل النوم ترى هو عامل مهم يعكس على شخصيتك حتى ما بعد ما تصحى من النوم يرسخ يعني إيه يرسخ ويعكس على شخصيتك وعلى حلمك وبعد النوم هذه حتى موجودة لها أبحاث يقول لك أهم شيء وأبرز شيء القراءة القراءة ما قبل النوم شيء مفيد يعني بعيد عن المشتتات مثل الجوال جات تمر عليك أخبار سلبية أخبار ترند يسد نفسك إيه فلما تمسك قراءة كتاب أو قراءة قرآن فلما تقرأ قبل النوم هذا خلاص يعكس على شخصيتك وعلى تفكيرك حتى في الأحلام يكون حلمك لا هناك هواجيس ولا كوابيس ولا من الأشياء دي فلما تصحى أمورك تمام عكس لما تشوف شيء يسد نفسك أو شيء سلبي تفكر فيه شيء سلبي أو عندك شيء صار لك وتبحث عنه وقعد متعصب أو في حالة غضب فهذه أمور سلبية تعكس على شخصيتك تعكس على أحلامك ولها شيء سلبي بعد ما تصحى من النوم تقول ما تفكر فيه سيظهر على تصرفك. بالمناسبة قرأت قبل فترة من التجارب اللي ينقلونها طبعا للأطفال تحديدا شفتوا اللحظة اللي الواحد عقله معمون معه قاعد ينعس يقولون في هذه اللحظة تعال لقن الطفل اللي تبيه يحفظه في هذه اللحظة اللي الطفل فيها ينعس وعقله حاضر ومو بحاضر فهمت تعال لقن بإذنه الشيء اللي تبيه يحفظه ترى سبحان الله يطلع أو يصحى يبدأ يردده يحفظه عاد ما أعرف عن صحته بس إن قراءته قريبة الكلام أحد له تجربة في هالشيء ها سامي سلطان أنا كنت دوسن شيخ الله يجزاه خير يا سلام وقال لي نقل المعلومة وقل هي هو مجربة هو رجال لسانه فيه شوي صعوبة حتى إنه ما شاء الله الله يوفقنا وياه حفظ القرآن في 5 سنين ما شاء الله بجد واجتهاد ولسانه فيه عوق شوي لكن يقول أنا نصحني شيخ من المشايخ اللي درست عنده غير يقول كنت أواجه صعوبة في قراءة القرآن أو شيء على لساني وكذا في حفظه يقول قال لي فيه تعتعة إيه فيه تعتعة صعوبة عليه حتى بالحفظ بالحفظ نفس الحفظ ما أحفظ وقال للشيخ نصحني من نصيحة الشيخ رجاله قال يا قلتك بتنام كرر الصفحة أو نص الصفحة اللي أنت بتحفظها كررها كذا مرة يقول صرت أسويها يقول أول ما تصحى الصباح أول ما تصحى قراها وتجد نفسك حافظها 100% جربتها فترة والله إني كل ما جيت برقد أكرر الصفحة كم مرة كل حدد له عدد ما أدري كم إذا قمت أقول الفجر على طول أبدأ أراجع يقول والله ترسخ رسوخ يقول لا ما شاء الله والحين حافظ قرآن هو حافظ قرآن وعنده حلقات فعلا تاز ما شاء الله أنا درست ما شاء الله ما شاء الله.
طبعا أبسأل سؤال بعد ما أخذ مشاركة علي، اللي بيجيبه ترى له 300 نقطة. السؤال في حديث فيما يتعلق بصعوبة التلاوة، أن الإنسان يقرأ ها موجود، ها موجود واضح الحديث، أبجيكم فيه. طيب أسلم يا علي. أقول يا أسلم، أنا كانت مصطلحات طبية صعبة علي، طبية كانت صعبة علي، كان قبل النوم أخذ لي كذا لفة وأنا أقرأ عشان أحفظها، إذا قمت اليوم الثاني صبح بدري أكررها الكلمات كتابة 5 مرات 10 مرات، تكتبها كتابة، أكتبها كتابة ترسخ أروح للاختبار حافظها، تكتبها نقلا ولا من كلا من جميل من ذهنك، وإذا شفت إني أخطيت أرجع وأشوف الكلمة هي صح ولا لا. ممتاز جميل. عندي سؤال يبغى الأستاذ بدر. سلام. هل في كتب تساعدنا على القراءة؟ في كثير كتب تجذبنا القراءة. في كتاب سلمك الله إذا تسمح لنا. سم تفضل. في كتاب هذا نصيحة. اسمعوا يا شباب اسمعوا. ترى والأسئلة الناهضة للدكتور مشعل فلاحي، كتاب جميل جدا. كل ما يتعلق بالقراءة، مشكلات القراءة، الفطور في القراءة، كيفية اختيار الكتب المميزة والكويسة، أنا أنصح بهذا الكتاب. كثير في كتب، في كتاب أيضا لماذا نقرأ لساجد العبدلي إذا ما خاب ظني، برضو كتاب كويس. يا سلام. الكتاب هذا وين كيف نحصل عليه؟ موجود في جرير وكل المكتبات. ممتاز. العلم صيد والكتابة قيده. نعم. قيد صيودك أن يوثق، ترى اكتب تنسى. الموضوع شخصي. لا والله لا والله عكس، والله الإنسان ينسى ترى. هو الآن يقول معلومة غالبا يظن أنها يعني خلاص ثبتت، بس ترى تنسى مع الأشغال. فارس ثم بجيل سم. الإنسان إذا يبي يطور قراءته وخاصة مثلا الكتب الروايات، ويصعب على الشخص أنه يقراها الروايات، لا يعني مثلا يقراها بالفصحى، فيقرأ القرآن سبحان الله. يا سلام. القرآن طال عمرك يطلق لسان. يا سلام. يطلق لسان ولا يصعب عليك بعد الكتب سبحان الله. صادق. يا سلام جميل والله. ها أنا الرجل هذا اللي يوم الرجل الشيخ اللي درس عنده فيه عجبة يا أخي، الحين يتكلم معك والله ما يلفي على كلمة، كلمة ما يجيبها صح سبحان إذا تكلم كذا. بس وإذا القرآن، وإذا قرأ القرآن وأحيانا صلي وراء التراويح والله ما نجيبها صح. لا قوة ما شاء الله ما شاء الله. هذا عجيب ترى أخوان. القرآن يقوم اللسان بالمناسبة. وش الحديث يا مهذل؟ سلطان العلي. أنت قلت عندك ما أدري. من قرأ القرآن وهو ماهر به؟ أيوه. هو مع الملائكة مع السفر الملائكة السفر البررة، ومن قرأه على شاق فله أجران. يا سلام استاهل تحية. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، ومن قرأه وهو عليه شاق فله أجران. قيل أجر القراءة والتعتع في النص الآخر في الحديث، ويتتعتع فيه فله أجران وليس أجر، أجران تستاهل 300 مهدي. طيب أسامة برجع لك اليوم، ترى قد يكون الشباب اللي علقوا من غير ما أسمي قد يكون فيهم شخص جاهز فقد احتاج يطور مهارته عشان يوصل الى انه خلينا نقول الاحتراف في التعليق الصوتي. جميل. السؤال كيف اسوق لنفسي؟ ترى يا اخواني اليوم الصوت مصدر رزق بعد الله، رجال تراه ما شاء الله يسلف بعد الله يبارك. اجيب لكم كم يعلق الصوت؟ لا اسلم عشان نرفع السعر. لا لا بعد في تسعيره موقع عليها ما يمديك. اسلم كيف اسوق لصوتي؟ جميل. طيب السؤال جميل، وهذا السؤال ودي انكم يعني لان تركزون في الاجابه، لان صراحه اليوم يعتبر التعليق الصوتي مصدر رزق كبير. يعني انا اعرف شخص، مو شخص للامانه، عده اشخاص. مو بسامه والله، مو انا صدق أنا، لكن مو بسامه. نعم انا قاعد اكد على كلامك ما قلت شيء ثاني يعني. جميل. الله يحفظك. جميل. هذا جدا انت قلت معلومه انا اكدتها. فين الاشكال شيخنا؟ ما زالت المباراه والله لازم والله انا احب اسامه يا بعد راسك. اسلم الله يسلمك. هذا المجال اولا هو مجال مطلوب في السنوات القادمه. كانت في احصائيه 2022 تقول ان التعليق الصوتي والموشن جرافيك الى اخره، هذه التسويق بشكل عام هي من المجالات المطلوبه في السنوات القادمه، نتكلم عن 7 سنوات جايه، وبالتالي السوق يحتاج وايضا العملاء يحتاجون، والامر فيه نسبه عرض وطلب. والله انا في وقت، وعلشان توصل للعملاء يعني هذه ما هي بمساله سلمك الله، ما هي مساله يعني انك بتشوف نتائجها في يوم وليله،
تقصد يعني انه يوصل للاحتراف بالضبط. الاحتراف هذا يعني في ناس محترفين بس ما عندهم عملاء. انا اتكلم عن الوصول للعملاء. جميل. يعني لا تنتظر او لا تترقب ولا تتوقع انك ممكن توصل لجهه كبيره بمجرد انك انت يعني بديت من اول اسبوع لها او اسبوعين او ثلاثه او شهر ممكن حتى 6 شهور. الامر يبي له سعه بال طوله نفس. ابدا من محيطك القريب، خلي اللي حواليك يعرفون ان انت مهتم بهذا المجال على الاقل في جروبات الواتس. حسن. على الاقل في حاله الواتس. يعني اذكر احد الزملاء كلام قديم قبل 8 سنوات كان توه بادئ في المجال وكان ينزل كل صباح مقطع صوتي بسيط جدا بصوته، واستمر على هذه العادة حول السنة. بعد سنة ما شاء الله طبت عليه يعني الشركات والجهات الحكومية. الله يبارك. لأن خلاص كان في وش سواه، وكان في البداية يشعر المحيطين فيه اللي في الدائرة اللي هو فيها بأنه معلق صوتي. بدأ هذا الأمر بالتوسع، فتح حساب الانستغرام في إكس، في السناب، وفي التيك توك اليوم، وبدأ سلمكم الله في تصوير مقاطع بصوته. هذا الأمر خلى الناس تعرف أنه عنده هذه الموهبة. يا سلام. طيب إذا الناس عرفت أنه عنده هذه الموهبة بلا شك أنه راح يجيه طلب في يوم من الأيام. الطلب الأول هذا سلمكم الله قد يكون سبب في أنه يجيه طلب ثاني، الثاني يجيب الثالث، والعملاء يصلون بعضهم. نعم. والعملاء يعني أنا أخذت قاعدة، عشان تكسب العميل لابد أن تتوفر فيك صفات عديدة أهمها نعم هذه المصداقية، السرعة، ثم السرعة، ثم السرعة. والله يا الربع أني أكلمه خلال نص ساعة ساعة يعطيني المقطع جاهز. والله يعطيك العافية. نعم. لأن أول مرة أمدحه يعني، بس يكفيني هذه. يا لا ما أسميها مدحة، هي صدقا يعني. نعم. أسحب هذا المدح. ثقة في نفسه. أنا أشهد. بس يا رب أنه في محله. أسلم. المصداقية، السرعة، الجودة، هذه ثلاثة معايير. عاد الجودة ترى لكم عليها يا اخوان. هذه مدح. الجودة شفناها يا ابو غلا، ما ادري. انا اشهد والله يا بعد راسي. فعلشان يجيك العميل ثاني وثالث ورابع مرة يجب ان تتوفر فيك هذه المواصفات، بالاضافة الى خدمات ما بعد البيع وهذه ضرورية. وش يا سلام. مثال، جاك طلب لان تسجل مقطعا صوتيا، العميل زل في كلمة مثلا، أو الشركة اللي جتك هذه نسى حرف، نسى كلمة، أو قال لك معليش ضيف لي هذه العبارة. الله. من أبسط حقوقك تقول له هذه العبارة لها مبلغ وقدره، ترى بسيط جدا، هذا حقك يعتبر. التزام. نعم هذا حقك، لكن خدمة ما بعد البيع أنك تكسبه تقول له أبشر على خشمي، هذه العبارة لك مجانية، تبشر. نفس الـ500 اللي عدلتها. ايوه صح. مقطع العقاري اي لا 500 متر مكعب. وضح، ما ب 500 ريال الله. لا مو بريال يا اخي، 500 متر. كان في تعديل على كلمه واحده، متر مربع متر مكعب. سامحني وش العجيب، ترى ما عاد مقطع كامل، قال فقط كلمه الـ500 بس بنفس النبره. كنت اقول من حال صوتك يختلف، قال انت خل اللي يصلح الفيديو يضبطه وشف. والله يا اخواني ما كان عاد الـ500 ابدا. ما شاء الله، الله يحفظ. يعني الله يعطيك العافيه شيخ عبد العزيز. اختصارا يلا قول هذه صدقه عشان تفهم معك. الله لا هذه مدحه الشيخ، مدحه صدقه. الله يحفظك. اختصارا عشان بس نختصر في هذا الجانب، المعايير الثلاث، الجوده، المصداقيه، السرعه، خدمات ما بعد البيع، اولا عشان سمعتك، ثاني عشان ترغب العميل فيك. يا سلام. على هذا المنوال 4 شهور انت في التوب 3 من المعلقين. طيب سامحني وسامحنا، الوقت مره داهمنا. السؤال اللي بعده، جميل، كيف أسعر خدماتي؟ بمعنى 500 مثلاً، واحد مثلاً واحد ما بقطع صوتي أو تعليق مثلاً مدة 30 ثانية، وواحد دقيقة، وواحد دقيقة ونص، هذه شلون أنا أسعرها؟ اثنين، يا سلام، ما أعرف هل نوعية النص لها دور في التسعير أو لا. ممتاز. نعم. أسلم. طبعاً تسعير هذا يعني بالذات هذه مسألة شائكة، ولكن خلينا نمحورها في قالب بسيط، ألا وهي التسعير أولا بناء على اسمك في السوق. إذا أنت لك سنة لا تكون جديد ثم ترفع سعر. بالضبط. إذا أنت لك 5 سنوات طبيعي جدا سعرك ما راح يكون زي له 5 أيام، طبيعي جدا. صح. هذا واحد. فأنت بناء على اسمك في السوق بتشوف والله هذه التكلفة مناسبة لي مثلا. طب آسف، لو 5 أيام بس خامته قوية ورائعة أفضل من بـ5 سنوات، ممكن يرفع السعر؟ بس العملاء اللي أنا واجهتهم يبغون الشخص لأن اسمه في السوق كذا.
نعم بعيدا عن، وقد يحصل اللي ذكرت، قد يحصل بسعر اعلى بس نادرة. في حالات نادره. نعم جميل. هذا واحد. اثنين، تسعر الماده بناء على عدد الجمهور اللي راح يشوف الماده هذه. مثال، انا بسجل مقطع صوتي راح يعرض في اجتماع مغلق، بالمقابل راح اسجل مقطع صوتي حمله ترويجيه في سناب شات 60 مليون مشاهده، طبيعي انه هذه راح تكون اعلى من هذه. فتسعر الماده تسمح بناء لي. وش اللي يهمك ما دام انت اصلا المدهي والنص هو يعني ممتاز، سواء بنشر هنا او هنا. كلام جميل. ليش؟ لان التكلفه الترويجيه هذه اللي على سناب شات لها مبلغ او ميزانيه مقطوعه ضخمه جدا، فانت من حقك تاخذ عليها مبلغ انت كمعلق صوتي. انا في هذه بالذات يختلف فيها الناس ويتفق، انا ما لكن انا قاعد انقل كلام يعني كبار. جميل جميل. هذه اثنين. ثلاثه، تسعير الافلام الوثائقيه على سبيل المثال يختلف عن تسعير الاعلانات. ليش؟ الاعلان دقيقه واحده مثلا، الوثائقي خلينا نقول 40 دقيقه مثلا. فاذا جينا نقول هل طريقه الاداء تختلف؟ لا ما هي طريقه. نعم نعم تختلف. الاعلانات يعني لازم تكون فيها حيوي سريع، ترفع الصوت، تكون مبتسم طول الاعلان، السرعه في فبعضهم يجد صعوبه في الاعلانات. ايش علاقه الابتسامه؟ لأنها تدل على الحيوية، ترى بتنعكس نعم في الصوت. نعم هذه دراسة وموثقة أن الابتسامة تنعكس في أدائك الصوتي. جميل ممتاز. بينما الوثائقي أنت بروقان بتسجل مقطع صوت، ما يستلزم أنك أنت ترفع صوتك. أو الإعلان ترى ممكن يعني بعضهم تنجرح النبرة الحبال الصوتية بسبب أنه يرفع صوته في الإعلان، بعض الحناجر ما تتحمل ترى. فتختلف. وأيضا السبب الثاني، الإعلان دقيقة واحدة مثلا ممكن يكون خلنا نقول مثلا 500 ريال على سبيل المثال، هل يعقل بال 500 ذي حسجل فيلم وثائقي مدته 40 دقيقه ب 500، يعني كل دقيقه ب 500 ريال؟ كم راح يصير؟ مليون. فمعقول يعني مو معقول انه راح يكون نفس التكلفه. كل ما زادت المده كل ما قلت التكلفه. يا سلام عليك. ترى يا اخواني باقي عندي يمكن والله يمكن حول 5 محاور، والوقت مره داهمني الله يعني. وحتى كاتبنا عندي مجموعه محاور، لكن باذن الله الله يسر حلقات اخرى ان شاء الله. تسولف الله يحفظك تضيع الوقت. اي انا متعمد اصلا ما ودي تسولف واجد. جعلت اسهل مشكله في موعد يعني ما نقدر، لكن على كل باذن الله ان نعوضهم بحلقه ثانيه. الله يسلم. حتى اليوم والله اليوم انا تاخرت في الحضور صراحه، ولا الربع جاي من قبلي لكن تاخرت لعذر والله. طلع عليك كاشه ابو غلا ولا سام؟ تخيل يحطون لي كاش. تخيل كفو كفو. الحين ما عرفتوني انتم. طيب تختم. طيب لا بعطيك كلمتك الاخيره في هذا المحور. جميل. في شيء بتقول الحين؟ لا لا متصل هو فيه، لكن خلاص نختصر. اسم عطني اللي في بالك. عطني اياها. اضيف نقطه اخيره، السلوغنات يا جماعه. اللي اقصد بالسلوغنات اللي هي العباره الاخيره اللي تجيك بعد اسم ال اشبه بالشعار او اشبه. وش شعار القناه ذكرني؟ الواقع. الواقع يأذن على الواقع. جميل. هذه العباره لها تسعيرتها الخاصه، تسمى سلوغن او الشعار. صرف الاشياله يعني انا عشان ما بغيت اعيدها عشان عارف المكيس يعني. الله يحفظك. الشاهد الشعار اللي يجي في اخر المقطع. نعم هذه لها تسعيرتها الخاصه، تصل احيانا على حسب اسم الشركه او الجهه الى 1,000,000 ريال. سلامتك. واعرف ناس شخصيا سجلوا جمله واحده بهذا السعر. ها خلينا نسوي اعلان للواقع. والله عز الله انه ما يقصر، بيض الله وجهه، بس مشكلته سعره غالي يعني. احسنت. ما يقصر اسامه، عز الله ما يقصر. الله يحفظكم شيخنا. في حول الكتابه في شيء تبي تختم فيه تنصح فيه؟ شباب ذكروا قبل شوي عن الشيء السماعي، انك تسمع البودكاست. إيه البودكاست بنطري ان شاء الله وعده، لكن عطنا اللي تبي تقوله حوله باختصار. البودكاست جميل انك تسمع، لان البودكاست محتوى مليان بالاشياء الجميله. جميل. اي مجال، اقتصاد، اعمال، علاقات، اي شيء، فهذا شيء جميل. لكن القراءه يبقى هو المصدر الاول الأساس. والمهم والاساسي. فانا استشهد دائما بمقوله العقاد يقول في القراءه، حياه هناك حياه واحده لا تكفيني، لكن هناك حياة أخرى، يقصد القراءة ونغمة صوف القراءة. عجيب. هناك مقولة أخرى لروبن شارما يقول فيها، الإنسان القارئ هو الإنسان المفعم بالحياة. أنا دائما أحط الشباب على قراءة وعلى عامل المعرفة، لأن إحنا في العصر الحديث وفي التقنية الحديثة
دائما تمر علينا اشياء سلبيه وتنعكس على سلبيات، بالتالي كويس انك تنغمس في القراءه في الشيء المعرفي في تطور نفسك. لكن اتوقع قد يكون للي ما يحب القراءه البودكاست بديل جيد. البودكاست بديل وقد يكون ترى مرغب في مرات بلا شك. يعني مثلا في بودكاست نسيت اسمه والله، كانت حلقه اصلا عن القراءه، فلما تسمع يعطيك يعني يشحذ همتك بشكل رهيب. جميل. في مساله القراءه وانا اتكلم عن تجربتي، اجمل اوقات اسمع فيها البودكاست صراحه وانا رايح من البيت لين الدوام، هذه فتره يا اخواني والله ذهبيه. والعجيب بعد اللي ما تحس فيه الا مع الايام انه قاعد يصير عندك اثراء معرفي، قاعد يصير عندك اشياء انت تقول هذه من قراتها، ما قراتها لكن سمعتها مرت عليك، مجرد احد يقولها اي والله سمعتها في اليوم اي، هذه الفكره. فيا اخواني هي لا شك انها من المحفزات. طيب قبل ما نختم عندنا المشروع العظيم، كم بقي لك نقطه يا شيخ؟ أبد طال عمرك. أتوزعت كم؟ 1100. أنا 400. يعني باقي عندك 1100. باقي 1100. طيب. شيخ. اختر اختر. كل استاذ. شيخ بندر. خير. اختر. ما ودنا نزعل أحد ولا نضيق صدره. لا لا شف. كلكم تستاهلون كل خير والله. ما فيها أي زعل. أشر قول هذا 200 هذا 200 هذه 200. بدون أسئلة. في شباب متفاعلين معانا من أول. عندك تراحم. بس بيوزع. عندك الأخ الكريم يستاهل بعد. طيب علي الشمراني. علي الشمراني 200. قبل ما تكمل في مقترح يقول راحت ال 200 راحت كم باقي لك؟ باقي راحت 600 باقي 900 باقي 900. طيب انا اقتراحي يا شيخ تضاف نقاطي كم باقي انا 200 400 الى 900 حقتها كم صارت 1200 1300 1300 اقتراحي نتوزع بالتساوي على الشباب بس هي العداله اذا تسمح لي ترى ترى شيخ من حقك ترفض يعني والله والله العداله هو بعد ما وزع قال ايش رايك نوزع من الشباب وهو من اليوم يعطيهم على 100 100 بالمناسبه انا قلت اقتراح ما قلت انا قلت له من حقك ترفض ايش زعلان طيب لو انها تكفي جميع الشباب لو انها تكفي جميع الشباب تمام لان ما تكفي اللي ياخذوا نقاط ارفعوا لي يديهم اللي ياخذوا نقاط اي اللي ياخذوا نقاط ارفعوا لي يديهم ترك خليت هذا اخذ الحمد لله خلاص اللي ما اخذ سلمك الله لا اله الا الله اللي اخذ نقاط ارفع يده اسحبها طيب محمد نقاط الملح مخصم اللي اخذه ايوه خلنا اوريك العباطه اوريك انا طيب بسم الله ها اللي اخذ نقاط يرفع زين لا تقول والله رفعت ما حد شافني ارفع يدك والله تساك الخير النوايا يعرف يا رب العالمين انا اعرف الظاهر ارفع يدك ارفع يدك ماجد عبد الله مسجل هدف 100 قليله لا يوسف ثنيان طيب اللي ما اخذوا نقاط انا ما اخذت ارفع اللي ما اخذوا يرفع عن يديهم اللي ما اخذوا ايه اللي ما اخذ نقاط ارفع يده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 1300 تقسيم تسعه كل كل واحد 200 ولا 150 لا اقل 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 110 لا لا هذه قبل لا لا مو منها يا راشد 144 انا اعترض يا ابو غلط انا اعترض اعتراضك مرفوض انا اعترض مرفوض 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 طيب 1300 تقسيم 9 144 ايش اسوي فيها هذه كل واحد 145 حلوه حلوه يلا طيب 145 في 9 مساواة والعدل 1305 خمس نقاط ما ودنا نزعل انتم طيبين كل واحد 145 والله كل خير غير المسجلين اللي عندك في الحاضرين بس طيب اللي بناخذ الهاشتاج يا شباب بناخذ الهاشتاج ترى في وعد موعدين يا ابو غلط بدون حلف ابو غلط نتكرر اسمك انسى ولا الحين اعلم هاشتاج كم شخص شخصين ثلاثه ثلاثه 200 200 200 طيب قول له وقف لا توقف لا توقف فارس الحربي 200 نقطه طيب قول له وقف نواف بن فرزان 200 قول له وقف محمد بن بندر ابو غلط مسوي ثقيل ها خلنا نخلص افشل اليوم معنا يا شباب درعين بس ما راح نقولها الا بعد شوي بنرجع يا اخوان للموضوع اللي بنختم فيه حلقتنا موضوع هذا المشروع العظيم مشروع وقف اليتيم الاول التابع لجمعيه البر بوادي عمود بمنطقه جازان تستاهل بدون نقاط بيض الله وجهك الله انك كفو
وقف اليتيم الأول كاتبنا الجميل مخصص للأيتام، ريعه ل 15 برنامج خاصة للأيتام في المجال الصحي، مجال الغذائي، مجال ومجال التعليمي وغيرها من المجالات. 15 مجال كلها لليتيم. عندنا سهم الفرد ب 300 ريال، سهم الوالدين ب 600 ريال، سهم الأسرة ب 900 ريال. رسالتك اللي توجه للي يتابعونا في هذا البرنامج بهذا الجانب، وقف اليتيم. والله شكرا جزيلا لكم على ما تقدمونه، والله يكتب أجركم، فجميل الأعمال الخيرية وجميل المشاركة فيها، فتبقى لك أثر شيء جميل فيما تقدمه، وتحسب لك أجر عند الله بإذن الله تعالى. الله يبيض وجهك أخوي بندر. أسامة، وش تقول للناس في وقف اليتيم الأول التابع جمعة بوادي عمود؟ يكفي أنه سيكون بجوار الحبيب عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم محمد، كهاتين. عطنا كذا مقطع للوقف كذا إعلاني، خلنا نستغل يا إخوان. وقف أستحق. وقف. تقول شيء؟ على خشمي. على هالشهر. أي والله. يا لبعك. وش سم؟ اللي عدل حضور الجمعية البر. خلنا نقرأ كلام من. والله ما شاء الله يا أخي، عقل مدبر والله. مشكلة باقي نقطة كم؟ أي والله راحت عليك، بدعي لك إن شاء الله. الله يحفظك. جمعية البر الخيرية بوادي عمود، كذا اسمه عمود صحيح؟ نعم صحيح. وقف اليتيم الأول، يا سلام، هذه عبارة جميلة شيخ، اسمح لي. أنت الأجمل. الله أهديك رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم بكفالة اليتيم في 15 بابا من أبواب الخير. يا سلام. ترى والآن في خطأ اللغة، ترى ابن الحلال منعنا، ابن الحلال أخي مسلم. طيب تسمحوا لي نوقف جميعا؟ لا بسم الله. جعلك تسلم. ترى غطيت كذا التصوير، لا هذه لا هذيك تمام التصوير واضح يا مخرجنا؟ صرنا مخرجين كلنا احنا. يا سلام. طيب شوف يا اخواني، هذا اللي قاله هديك رفقة الحبيب اللي قالها بصوت الجميل أسامة، اليوم معنا الأخت عفاف أهدت 5000 ريال، درع بقيمة 5000 ريال اللي هو الدرع الصغير، والكبير ب10000 ريال. 5000 ريال من الأخت عفاف القرني تقدمه لأحد المتسابقين المميزين الرائعين. شلونك يا محمد؟ بدك تأخذ الدرع؟ إن جاء الله يحييك، اللهم لك الحمد. وين ما جاء الله يستر عليه، وين ما جاء الله يكتب أجرنا إن شاء الله. يا الله رب. والله يجيبه، والله يجيب وتستاهله. تستاهل يا محمد. خمس آلاف. تستاهل تستاهل. يا رب. يا رب يا رب. تفضل يا ابو فلاح، تفضل. ما في مدخل، ما ادري كيف اسويك. زحف الطاوله. ايوه، من عفاف القرني يا حبيبنا محمد، سن طال عمرك. وش الرساله اللي توجهها لعفاف؟ اقول الله يجزاه، شكرا لك، بيض الله وجهك. الله يجزاه بالخير ان شاء الله، ويجعل حجاب له عن النار. الصراحه المبلغ مو بسيط، تبرع مني انا شخصيا، فاحب اشكرها ان شاء الله، والله يجعلها موازين حسناته. لو اطلع من البرنامج بهذا بس والله انه يكفيني. تستاهل محمد، تستاهل. كنت متوقع؟ لا والله. ليش؟ ما ادري، لكن اللهم لك الحمد. تستاهل تستاهل تستاهل. الدرع الثاني برضه بقيمه 5000 ريال لاحد المتسابقين، هل هو من الاسماء المكرره اللي جاها سابقا ولا اسماء جديده؟ 5000. خمسة آلاف ريال من الأخت سارة الأحمري، أهل الجنوب. نعم وجميع قبائل ونعم فيهم والله، لكن أقصد لليوم يعني 5000 ريال مقدمة. ودك يا بندر؟ والله ودنا بالخير الكل طيب. أنا قد جاك درع؟ لا بعد. أفا دروعي انتو، وان شاء الله اذا درعي الاساسي اللي اذا توقف. تستاهل والله يا بندر درع، لكن مو بهذا، اصبر. دروعي ان شاء الله. لا 5000 ريال من الاخت
شوف بدايه جنوبيه يوم تعطيه علي الشمراني ولا نواف فرزان ولا عد عد الاسماء عد الاسماء يا نواف فرزان يا نواف يا علي الشمراني يا علي الشمراني يا بندر العلي يا بندر العلي طيب القرني جنوبي القرني جنوبي طوالي اعلم لا بدر لا بدر خلاص هذا رزق من عند الله مطولين يا شباب اسالكم تخلصون يعني بس باركوا لحبيبنا اللي اخذ هذا الدرع ويستاهله ويزهى وبدع وامتع واسعد وترك الاثر الجميل في نفوس المتابعين باركوا لحبيبنا وازع قد جاء وازع ولا لا عجيب والله كنت اتوقع ان الناس اللي جو احسب انه جاك قبل يمكن ما اخذ المية ولا الميتين ولا الالف وخمسمية بس جاء افضل من هكذا هو اعظم من ذلك اي والله تستاهل يا واز اول مره اشوفه مستحي اي والله يا حبيبي اسمها ساره الاحمري الله يجزاك خير ان شاء الله ويطول عمرك ويخلص الوالدين ويكتب اجلس ان شاء الله اجعل احجاب اللي ان شاء الله على النار يا رب ويجعل عند ان شاء الله عند الهقوة ونسعدكم باذن الله ونرسل ابتسامة على وجيهكم باذن الله الله يجزاك تستاهل يا واز تستاهل ابو ناصر انا الربع والله العظيم فعلا ترى كنت اتوقع من الناس اللي اخذوا قبل الحلقه الماضيه يا ابو لازم يا اخي هذا بتفاهم معه ابشرب مويه بس مره طيب شوف يا اخواني والله الربع والله الربع انه مثل ما قال محمد ووازع والشباب اللي قبل لو ما نخرج من هذا البرنامج الا بمثل هذه الدروع اللي يجيك واحد ما يعرفك ويدفع عنك 10,000 ريال في وقف اليتيم ولا يدفع عنك 5,000 ريال في وقف اليتيم ولا يهديك سهم ب 300 أو 600 أو 900 أو أي مبلغ كان شوف يا أخواني ترى هذه والله العظيم إنها هل أقول إنه يعني اختبار لك لا شك إنه نعمة من الله لك لكن في نفس الوقت ترى أخواني فيها مسؤولية فكروا فيها شوي فيها حمل ثقيل لكن أعرف إنه إن شاء الله اللي قدامي جبال ويشيلون هالأحمال الثقيلة بإذن الله وإنهم بإذن الله ما يتأخرون ولا يتوانون ولا يتكاسلون في مسألة إنهم يقدمون كل ما يستطيعون في مسألة شحذ الهمم وتبليغ الناس هذه الرسالة في كمال هذا الوقف العظيم سلطان لما راح وراكان نقلونا الوقف وهو بدأ في البناء وما شاء الله اكتملت الأدوار عظم لكن المتبقي قليل اليوم فعلا يا أخوان ويا أخوات اللي تابعونا الشباب اليوم قاعدين يمكن يذكرونكم بالوقف فيهم المقصر وفيهم اللي ما شاء الله مستمر هي رسالة لكم جميعا يا أخواني أن نضاعف الجهد اليوم وصلنا 50 صح؟ كم متبقي؟ 40 يوم والله يا الربع ترى كل يوم يمر بل كل دقيقة تمر تراه إما لنا ولا علينا فالله الله يا أخواني هالأيتام وقفوا ببابكم فلا تردوهم خائبين وقفوا ببابكم يسألونكم الإعانة يسألونكم البذل يسألونكم العطاء يسألونكم الإنفاق يسألونكم المسارعة يسألونكم المسابقة ما حد له عذر اليوم يا أخواني أنه يقدم في هذا الوقف لأننا وصلنا يا أخواني حنا نتكلم على وقف رسمي مصرح ما في أي شيء تخشاه هل جمعية قالوا أن تدعم هذا الوقف وترى حنا راح نكفيك كل شيء بيوصلون للمحتاجين للفقراء للمساكين من الأيتام فمثل ما قال أسامة قبل شوي يكفي أنك ترافق الحبيب في الجنة يا أخواني في أحد ما يبي يرافقنا مساء سنة في الجنة حنا نتمنى شوفته خل بعد مرافقته فأنت اليوم الله عطاك باب من أبواب الخير عشان ترافق الحبيب فقط تتبرع في هذا الوقف العظيم وقف اليتيم الأول أول وقف الأيتام لهذه الجمعية والعجيب والأجمل والأكمل والأروع أنه مثل ما قال بندر هذا وقف مستمر معك ودائم لا ينقطع أبدا إلى قيام الساعة كل الناس يوم القيامة كل واحد غرقان بعرقة إلا أنت مستظل بهذه الصدقة يا أخواني في فضل أعظم من هذا أن الله عز وجل يؤمنك من فزع يوم القيامة
إن الله عز وجل يعني يؤمنك من عرصات يوم القيامة، الناس تخاف وأنت آمن مطمئن لأنك قدمت في دنياك حتى تنفعك في دنياك وفي آخرتك. وهذا من عجائب الصدقة، أن المتصدق تراه اليوم يا أخواني يجد أثرها في نفسه في 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 الدنيا ثم في الآخرة. فلا أحد يتأخر، ولا تقول فلان بيتبرع عني وفلان بيقدم عني، اليوم قدم عن نفسك وبادر وأسعد الناس اللي حولك، من أسرتك، من والديك، من إخوانك، من خواتك، من أصدقائك، وأنك اليوم تقدم عنهم في هذا الوقف العظيم، وقف اليتيم الأول، قدم ولو سهم. لا تقول والله في غيري بيتبرع، طيب ما عندي فلوس، انشر. وسائل التواصل يا أخواني متاحة، الحجة وقيمت علينا جميعا، والدل على الخير كفاعلة، ومن دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فقد دليت على هدى، دليت على وقف، أخذت البوست والتصميم ونشرته في الواتساب في 200 شخص، أحد واحد منهم تبرع، ثم واحد منهم أرسل الثاني، أنت تراك ما تدري، لكن ترى كلها في ميزان الحسنات وكفة البركات. تجي يوم القيامة عندك جبال من الحسنات، ما تدري من وين، ترى من هالواتساب اللي أنت مستحقره، ترى من تويتر اللي أنت مستحقره، تراه من انستغرام انت مستحقرها، ترى من حالة الواتساب اللي انت تقول والله ما حد يتابعني الا خمسة ولا ستة، خمسة ولا ستة نشروا الخمسة وستة وخمسة وستة وخمسة ستة، ويلا عليك الحسبة. والله عز وجل يضاعف لمن يشاء يا اخواني. الختام الله الله بان نتبنى هذا المشروع حتى يكتمل ويكون هو قضيتنا وهو قصتنا حتى نصل الى الكمال واكتمال هذا الوقف ونجاحه. ولا شك انه من اعظم ما تقاس في نجاح النسخ اكتمال الأوقاف، وأنتم إن شاء الله ناجحين، وبيكمل هالنجاح اكتمال هذا الوقف. ختاما شكرا لضيفنا الجميل الكاتب بدر الروقي، شكرا لك بندر، أشغلني شو أسوي له بندر الروقي، شكرا لك يا حبيبي، أسعدتنا، نحن سعيدين، أي والله الله يبي يرجعك، مقدر لكم على الاستضافة، بالعكس مكانك ومحلك، الله يرضى عنك، وشكرا للجميل أسامة راحل يا بعد راسي، أفدتنا وامتعتنا أنت والجميل الأستاذ بندر، شكرا لك، الله يعزك، ما قصر، شكرا لك، شكرا لكم يا شباب. أنا كم أذكرك يا الله على الاستيرية سفر على الوقف هذا الأسبوع فقط، إحنا لا أحد ما أعلننا، لا احنا اليوم اليوم الاحد والله احس بثلاثاء، شفت انك نسيت ابو غلا، عشان كذا انا مهتم في الساحل والله، نقاط ان شاء الله الثلاثاء القادم واستاهل. طيب حمل عليك ثقيل يعني ولا مثقل عليك ولا ها من شرف عظيم، هو يقول ما ودي انزلها من السفير الثاني نواف ابو غلا، احب اروح على طيب والله محمد الملحم كان حريص وذكرنا وقال انا فيستاهل اول سفير ياخذ السفاره من علي، تعال يا محمد البس الاستداريه. سم يا مناحي، احب انوه على حاجه، انا الاسبوع الماضي اثرت الشباب على نفسي وانت السفير الثاني، اشكرك تستاهل يا مناحي، صفقوا له سم هنا اللي تبرعت محمد المسردي بدري 10,000، واشكر ترك القحطاني اللي تبرع لي ب 10,000، واشكر حلقة الأم صح؟ اي نعم، واشكر اللي بحلقة الأم فعلت خير تبرعت لي ب 10,000 أيضا، ذكرت بحلقة الأم أنس، اي نعم اي نعم، احنا عاد حبينا نذكرك بس نبي اللي وصيتك عليه خاصة، ما نسيت والله جعل عمرك، وإن كنت مقصر ترى. في رسالة وصلتني من أحد الأمهات، يا رب إني ألقاها ما ودي أتأخر، كانت بعد حملة الأم، لكن أوعدكم أن أقول لكم المرة الماضية عشان تأخرت جدا والوقت راح. كانت تتكلم أنها تقول أبنائي مقاطعيني ما أعرف كم الفترة، نسيت رسالة قرأتها مباشرة بعد الحملة، وقلت لكم يا أخواني حملة الأم الهدف منها مو بفتح الجراح، حنا نقرب كل حملة تتم على الأم، بعدها يجي من يقول والله يا أخواني حملات الماضية أم تقول 3 سنوات وولدي ما جاني، وبعدها الحلقة جاني، وحتى واحدة تقول بناتي عاقين فيني بعد الحملة صار يبرون فيني، والله العظيم وسعنا هذا كلام أم الدين، أن هذه قصص جتني واقعية مو بسوالف ولا أي شيء ثاني، والأثر بعد الله منكم، شكرا لكم جميعا ما قصرتم، شكرا لكم أنتم جمهورنا الكريم. لبي آمر خلها نوافي سالفة سام، النقاط سجلت يوم الجمعة بس ذكروني فيها يا شباب. وضي شو اسمه يعني يتبرع عنه يوم الخميس.
لازم ارجع لها والله ما ادري بس مشكله الحين خلاص بنختم. ابشر لازم تجي تعطيني ابشر. النقاط سجلت ترى كلها تسجل يا اخواني ذكرناكم قبل وبعيد جميع النقاط. اصلا محمد عيسى ناشب يوم الجمعه يلا التقييم فنكلم اللجنه اللي معنا كل واحد يشوف المبادرات وتقييم الفريق الاعداد اللي يتابع معكم النقاط الاربعه والخمسه اتفقنا عليها بناء عليها يتم التقييم واضح. فبس والله ما اذكرها الان اسف لكن ذكرني ثلثة وهذه قبل هذه يا اخواني. ها ابو العز نبيك تفرح انت مصنع نسبه والله ما عندي خبر طلبتهم ترى بس ما اذكر اخر شيء علينا كم ترى تعطينا حاضر قبل شهر وعلى لا اتوقع انها ان شاء الله نبي تفرحنا وباكد عليهم يرسلونا ان شاء الله لان تعطينا دافع ابشر والله بالسعد. شكرا لكم يا شباب شكرا لجمهورنا ودعناكم والله السلام عليكم ورحمه الله بيض الله وجيهكم. مساءات بالخير من بان عالم وحنا بالتطور نجيب الجديد طموحاتنا تكبر فينا همم وشوفوا محتوانا وشيء مفيد. وحنا بالتطور نجيب الجديد طموحاتنا تكبر فينا همم وشوفوا محتوانا وشيء مفيد.